مساء الخير. طقس شتوي متقلب عم بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط مع حرارة معتدلة بالمناطق الساحلية ومنخفضة على الجبال خلال الليل بسبب تساقط الثلوج على المرتفعات اللي بيؤدي إلى انخفاض الحرارة. الرطوبة مرتفعة، البحر متوسط الموج حرارة 120 درجة، وبدءا من الخميس المقبل رح يتأثر طقسنا بمنخفض جوي بارد حامل معه تساقط أمطار وثلوج على ارتفاع 1500 متر وهبوب رياح قوية خصوصاً بالمناطق الجنوبية وبرق ورعد، وبيستمر تأثير المنخفض لمساء الجمعة المقبل وبيرجع الطقس بيستقر بالويكند. الليلة طقسنا غائم مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة وتساقط أمطار محلية متفرقة خاصة بالمناطق الجنوبية وتكون جليد على الطرقات اللي بتعلى عن 1800 متر وتكون ضباب على المرتفعات. ولبكرة الأربعاء طقسنا غائم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع تساقط أمطار متفرقة بتشتد أحياناً بعد الظهر وتساقط ثلوج على ارتفاع 1700 متر وما فوق. نسبة تساقط الأمطار بتل عمارة بالبقاع من أيلول حتى اليوم 81 ملم، سنة 2016 بلغت 298 ملم، والمعدل العام لآخر كانون الأول 270 ملم. نبقى هلأ بجولة على درجات الحرارة اللي رح تسجل الليلة على الساحل 12، على المرتفعات 6 بالبقاع 3 والأرز درجتين تحت الصفر، وجولة أخرى على درجات الحرارة اللي رح تسجل ببعض المناطق اللبنانية 15 ببين و17 جبل محسن، 7 بأرطبة وبكفية، 5 مع هطول للأمطار بكافة المناطق اللبنانية، دير الزهراني 12 و طيبة 13. الرطوبة بتتراوح بين 60 و85%، حرارة سطح الماء 20 درجة، وسرعة الرياح بين 15 و35 كيلومتر بالساعة، الرياح جنوبية شرقية. كيف رح يكون الطقس لبكرة واليومين اللي جايين 12-18، الخميس 11-17 مع هطول للأمطار، 4-5 جمعة 11 أدناها أقصاها 16 يوم الجمعة. وهلأ بنبقى بجولة على درجات الحرارة ببعض العواصم العربية والعالمية، دمشق 14، عمان 13، القدس 13، طرابلس 18، والرباط 19. وهيدا كان